اليوم اريد اروح احاسب مستشفى، اني اذا المستشفى محتاجه 100 مليون دينار شهريا وهم منضي 10 ملايين، انا شلون احاسبه؟ بس فهمني شلون احاسبه. زين. لا استاذ وائل شلون احاسبه؟ انت فهمني. اي خب وهاي الصحه اهم شيء الصحه. صدق المرض والدواء. دكتور انا انطيك ارقام، احنا مش مستلمين لغايه 30/5 اول 5 اشهر مستلمين 35% من انفاق العام الماضي. يعني حتى السنه ما مستلمينه. صدق لغايه 30/5 كل دوائر الصحه في المحافظات ما مستلمه، قسم منهم 15 الزين 40، يعني معدل مواصل 30%، انا يعني قلت لك 35 للمجامله. زين ليش انفاق العام. ليش ما يعطونهم اموالهم؟ ماكو تمويل، ماكو التمويل ماله، يعني الدوله ما بيها التمويل ماله. تمويل مال دائره الصحه نينوى 7 مليار لثلاثة اشهر، انطوا 21 انطوا 4 مليارات. هو 21 مليار انطوا 4 مليار. 4 مليارات مال 3 اشهر. زين مال كرخ، مال كرخ مال 4 اشهر عنده 45 مليار، منطي 9 مليارات. ادري خليني افتهم، الدولة ما بيها فلوس تطيق. ما أعرف. هسه أنا ما أعرف. أنا أعطيك أرقام. هسه أنا أعطيك أرقام. هسه أنت أنا أجيك على وزارة مالتي اللي أنا أتابعها بغير وزارة ما أعرف الأرقام. أنا أعطيك أرقام حقيقية.